ما بعدنا حد للتسعة، هذه في 6 دقيقة كل ما يهمت وانسى. أسندت جنسية مفتعلة لمواطن أجنبي بطاقة إيداع بالسجن في حق موظفة بمحكمة. كل التفاصيل مع الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمن عروس، سيد عمر حنين. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عمر. ألو، مساء النور. ومرحبا. مرحبا بك، أهلا سي عمر، شنو حوالك؟ يعيش الحمد لله. تفاصيل هذه القضية، هي موظفة بمحكمة في ولاية بن عروس. وكذلك هي الواقعة تمثل في أنه تم التفطن لإصدار شهادة جنسية. شهادة جنسية ذي خرجت من المحكمة الناحية ببن عروس. الجنسية تتعلق بطرف أجنبي، تحديدا هو جزائري الجنسية، وتبين أنه شهادة الجنسية هذه مفتعلة. للغرض تم فتح بحث تحقيقي بإذن من النيابة العمومية ببن عروس، وتم تعهيد قاضي التحقيق بذات المحكمة بالبحث. وبتقدم الأبحاث أذن سيد قاضي التحقيق المتعهد بتاريخ البارحة 8 فبراير 2023 تولى الإصدار يعني بطاقة إيداع بالسجن في حق موظفة بالمحكمة، هي محكمة الناحية ببن عروس. والبحث في الواقع ما زال جاري، فمثل فما اختبارات قاعدة تجرى، وكما تعرف نظرا لسرية الأبحاث ما نجموش نغوصوا في برشا. فقط هو سؤال تقني، نعم ربما معناتها ينجم يركب على حتى أي قضية. سؤال شنو سرورك سيد عمر، شو معناتها شهادة جنسية مفتعلة؟ معناتها هو لا تتوفر فيه أنه شروطه باش يتحصل على الجنسية، ولا هي مضروبة معناتها؟ أي هو حاجتين، أولا الجنسية للأجنبي ما تخرجش من محكمة الناحية، هذه المعطى الأولى. المعطى الثاني أنه حتى الوثيقة اللي خرجت معناها فيها إمضاء مدلس. واضح، تدليس إمضاء، وأنه معناتها الوثيقة مش من الإدارة المعنية بالأمر. واضح. الأبحاث ما زلت متواصلة ربما معناتها. متواصلة. والمواطن الأجنبي نجم يتحاكم زاد أصلا في هذا الموضوع وإلا؟ أكيد الأبحاث بطبيعة سيطة للتحقيق، يعني فهمت هو يبحث عن الحقيقة، وبعد ما يكمل إجراءاته سيوجه التهم اللازمة على كل من يجب أن توجه عليه التهمة، معناها بقطع النظر عن جنسيته. واضح، شكرا لفضلك سيد عمر حنين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بن عروس، شكرا لك على جملة التفاصيل اللي قدمتها. نتذكروا الندوة الصحفية اللي قامت بها الهيئة العليا مستقلة الانتخابات، وأعلنت عن إلغاء جزئي لنائب في بنزرت.